بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت الذي تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لا شك أن الله سبحانه وتعالى جعل العلم من أعظم تعلم العلم من أعظم القربات إليه سبحانه وتعالى، وهو كسائر العبادات، كسائر العبادات يحتاج إلى جهد في طلبه وفي فعله، وهذا الجهد بلا شك جهد مخلوف، ويجد الإنسان ربه في دنياه وفي أخراه. فلا ألذ من طلب العلم لمن أقبل عليه وهو محب، ولا ألذ من سهر الليالي في طلب العلم لمن أقبل عليه محتسبا مبتغيا وجه الله سبحانه وتعالى في طلبه. ولذا كان السلف يضربون أروع الأمثلة في طلبهم للعلم في رحلاتهم. هذا جابر يسافر شهرا من أجل حديث، وهذا الإمام أحمد يخرج من بغداد فلا يقف إلا في صنعاء عند عبد الرزاق، بعد أن مر بمكة ومر ببلدان كثيرة. فهذا العلم بلا شك طلبه حلو ماتع لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. فالله يا طلاب العلم في إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، فإنه بالإخلاص تهون المصاعب، بالإخلاص تتيسر الأمور. وكما ورد في الحديث: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت الذي تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسهل طلب العلم واكتسابه، وتحصل لذته وفائدته بهذا الإخلاص الذي يريده الله سبحانه وتعالى من عبده. لا تقبل على العلم كما يقال لممارة السفهاء ومجادلة العلماء، وإنما أقبل على العلم لتعبد الله على بصيرة، أقبل على العلم لتدعو إلى الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أقبل على العلم لتزدد تقوى وخشية، أقبل على العلم لتكتسب أدبا في تعاملك مع ربك سبحانه وتعالى، وتعاملك مع إخوانك، وتعاملك مع والديك. أقبل على العلم لترفع نفسك مع من رفعهم الله، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، الذين أوتوا العلم الشرعي، كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما قال فيه حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. فأقبلوا على العلم لوجه الله، فإن له لذة وله حلاوة وعليه طلاوة، وإنه لمن أدركه بحسن النية جميل رائع، لا يعلم مدى لذته إلا من سهر في طلبه. هذا مسلم ابن الحجاج القشيري يبيت ليلة لا في طلب بعض الفوائد ولا يشعر إلا بأذان الفجر، وغيره من أهل العلم
الذين أفنوا لياليهم وأيامهم وأعمارهم في طلب العلم وكتابته والسفر فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص لنا اللية ولكم في تعلم العلم وتعليمه. طيب، كنا توقفنا في درسنا السابق في باب التيمم عند قول المؤلف: ويبطل التيمم أو يبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء. طبعا طهارة التيمم بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم مبدل، وهذا أمر مجمع عليه أن طهارة التيمم ينقضها ما ينقض طهارة الماء. يقول المؤلف أيضا أن من مبطلات التيمم خروج الوقت، وهذا تكلمنا عليه في المحاضرة السابقة، وذكر بعض أهل العلم أنهم استدلوا عليه بقول ابن عباس: من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. طبعا هذا يعني سبق أن أشرنا أو نشير الآن أنه ضعيف، وليس في المسألة هذه بالذات ما يعتمد عليه. وهذه أقصدنا إبطال التيمم بخروج الوقت هو مذهب من قال بأن التيمم مبيح فقط وليس رافع للحدث، وقد رجحنا في الدرس الماضي بأنه رافع للحدث مبيح للصلاة كلها، فيتيمم يصلي الصلوات كلها ولا ينتقض تيممه إلا إذا فعل ما ينقض وضوءه. هذا هو الأصل في هذه المسألة وهو الراجح في هذه المسألة، ولا يبطل التيمم بخروج الوقت، لا يبطل التيمم بخروج الوقت، وإنما ينتقض بناقض من نواقض الوضوء فحسب فقط. قال المؤلف: والقدرة على استعمال الماء، يعني أيضا أنه يبطله، يبطل التيمم القدرة على استعمال الماء. نعم هذا صحيح، إذا وجد الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور أحدكم، أو إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير، فإن ذلك خير. وهذا محل إجماع عند أهل العلم بأن الإنسان إذا كان عاجزا أو غير قادر أو سيترتب على استعماله مرض، وذكرنا في الدرس السابق 6 أسباب، فإنه يتيمم. فإذا زال السبب أو زال السبب الذي شرع من أجله التيمم فإنه يتوضأ ولا يتيمم وتزول طهارة التيمم. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كان في الصلاة، يقصد أن القدرة على استعمال الماء سواء بالبر سواء بحضور الماء بعد أن كان غائبا سواء بتحصيل قيمة الماء بعد أن لم تكن موجودة سواء بزوال الخوف، إذا حصل هذا في داخل الصلاة فإن وجوب استعمال الماء في الصلاة
أو زوال طهارة التيمم في الصلاة هو الصحيح، يقطع الصلاة ويتوضأ ويصلي مثل ما كان قبل الصلاة، يقاس على هذه الحال على هذه الحال، يقاس هذه الحال على هذه الحالة. طبعا على كل حال، بعد أن تكلم المؤلف على مبطلات التيمم انتقل إلى باب الحيض وقال عن الحيض أنه يمنع 10 أشياء، ذكر أولها فعل الصلاة. طبعا الحائض يحرم عليها إذا حاضت أن تصلي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابية إذا أقبل أو إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة أو فدعي صلاتك، وهذا الحديث في الصحيحين، وقاله لعدد من الصحابيات، وهذا أمر مجمع عليه. هنا الصلاة في هذه الحال ليست فقط ممتنعة، بل هي كما قال المؤلف يمنع 10 أشياء فعل الصلاة ووجوبها، أي أن الحيض يمنع وجوب الصلاة، فالصلاة غير واجبة على الحائض، بمعنى أن الحائض لا تصلي في وقت الحيض ولا تقضي بعد زواله، ما تركته في وقت الحيض لا تقضيه. فبدلالة ما ورد أن امرأة يعني سألت عائشة لماذا إحدانا تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة إذا كانت حائضا، فاستنكرت عليها عائشة تشددها وقالت حرورية أنت، لأن الحرورية كانوا هم رمز التشدد وهم الخوارج أخزاهم الله في كل عصر ومصر، وهم شرار الخلق وهم كلاب أهل النار، فقالت أحرورية أنت، فاستنكرت عليها التشدد، يعني كانت هذه المرأة يعني كان عائشة فهمت منها أنها كانت تحب أن تقضي الصلاة، فقالت لها عائشة تنهرها مبينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولذلك تيسير الله سبحانه وتعالى في الأحكام كما قال سبحانه يريد الله بكم اليسر بعد أن ذكر التيمم ولا يريد بكم العسر، فبين أن هذا الدين دين اليسر والسهولة والسماحة وتطبيق أحكام الشرع هو اليسر والالتزام بها هو اليسر ومحبتها هو اليسر وبذل الجهد فيها هو اليسر، حتى ولو كان قياما في ليلة شاتية واستعمالا لماء بارد هو اليسر. لماذا يا ترى ذلك يكون هو اليسر
مع أنه شديد على نفوس بعض الناس، لأن الله أحبه لعبده ليزداد محبة عنده. فإذا أحب الله سبحانه وتعالى ذلك العبد حصل الخير والفضل والسعادة والطمأنينة. ألا يكون هذا الفعل هو اليسر فعلا؟ شيء إذا بذلت فيه جهدك وتعبت فيه أعطاك السعادة، ألا يكون هو الخير هو اليسر؟ ويحبه ربك خالقك صاحب نعمتك عليه، صاحب نعمتك له الحمد والثناء. فأكيد أن كل الشرع سواء ما استثقلته النفس أو ما خف على النفس هو اليسر، يريد، لأن الله يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلا شيء، حتى صوم الهواجر في الأيام الصائفة شديدة الحر مع الظما هو اليسر، لأن الله يعطي عليه من الأجر كما قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وجعل قيام الليل لشدته أحب الصلاة إلى الله بعد الفريضة. فإذن بارك الله فيكم، العبادة اتباع أمر الشرع هو اليسر. لا تتوقعوا أن التخفف من أحكام الشرع هو اليسر، لا، التميع في أحكام الشرع ليس يسرا، إنما التمسك بأحكام الشرع من غير تشدد هو اليسر، حسب ما جاءت به النصوص وحسب ما ورد في الكتاب كتاب الله وسنة رسوله. عائشة أنكرت على هذه قولها، لماذا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ لكن عائشة كانت تصوم الهواجر وتتابع الصيام، عليها رضوان الله، رضي الله عنها وعن أبيها، وصلى الله وسلم على زوجها ورضي عنها، كانت من أعظم الناس نفقة ومن أكثرهم صدقة، كانت كثيرة الصيام، كثيرة طاعة الرحمن، ومع ذلك تستنكر على هذه المرأة تشددها، لأنها تعلم أن الدين هو التمسك بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه بأبي وأمي عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكنه كان يضحك مع أصحابه، وكان يقول أما إني آكل أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا بارك الله فيكم، التمسك بأحكام الشرع هو التمسك باليسر والسهولة، التميع والتخفف هذا دأب من لا خلاق له، والإتيان إلى النصوص وتأويلها ولي أعناقها وما كان محرما يبحث عما يحلله، هذا بلا شك أنه ليس من تيسير الدين، لكن التيسير هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بعد أن توقفنا مع هذا الحديث ماذا قالت عائشة؟ قالت حرورية أنت،
كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الفيصل، فتؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. ما أحد مجال في الاستحسان، هذا فعل النبي، أمر النبي، شرع الذي ورد والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. أيضا مما يمنع الحيض قال المؤلف وفعل الصيام، إذن هو يقول عشرة: الصلاة ووجوب الصلاة وفعل الصيام. حائض لا يجوز لها أن تصوم وقت الحيض، وهذا في حديث عائشة السابق، هذا أمر مجمع عليه، يعني ما يحتاج أن نستدله، كما قال الأول هو أشهر من أن يستدل عليه. لكن لاحظ ما قال ويمنع وجوب الصيام، لا، لأن الحيض لا يمنع وجوب الصيام، الصيام واجب لا يفعل وقت الحيض، صح، لكنه يبقى واجب في ذمة الحائض، إذا طهرت لا بد أن تقضيه يوما ما. الأمر الثالث أو الرابع من ما يمنعه الحيض الطواف، فالحائض ممنوعة من الطواف بالكعبة، وحديث عائشة في الصحيحين عندما قالت لبينا بالحج فلما كنا بشرف حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال أنفستي؟ قلت نعم. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هذا كلام واضح من النبي صلى الله عليه وسلم، وضوح الشمس أن الحائض لا تطوف. لكن هل هذا يعني طبعا هذا حكى جماعة من أهل العلم إجماع عليه، و لأهل العلم أو لبعضهم كلام في هذه المسألة سيأتي معنا إن شاء الله لاحقا، وهو كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى عن حرمة الطواف للحائض وإن لم تكن الطهارة شرط للطواف، يعني في فرق أن الطواف ممنوع تكريما للبيت على الحائض، تكريما للبيت، تكريما لبيت الله، لا على أنه يجب عليها أن تتطهر، وهذا إن شاء الله لعلنا نشير له في وقته. ولكن يعني لو ضبط هذا بضابط الضرورة، مثلا يحصل أحيانا في بعض النساء تأتي مع حملة خاصة فتصاب بالحيض قبل أن تطوف طواف الإفاضة، فيمكن أن يقال بجواز ذلك إذا كانت رفقتها ستذهب وهي لا تستطيع المكث والبقاء لوحدها، ولا تستطيع ترك رفقتها، ولا تستطيع الذهاب مع الرفقة والعودة مرة أخرى، فلا تستطيع أن تبقى معلقة
الفريضة في ذمتها معلقة، ممكن أن يقال بجواز الطواف في هذه الحالة. ولي في كتاب نوازل الحج في تحقيق لهذا المسألة، يمكن أن يرجع له في مكانه وإيضاحه في مكانه واستدلال له بأكثر يعني بأدلة كثيرة، فهناك تتضح المسألة أكثر. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد في ذلك، طيب أنها يمنع من قراءة القرآن، لكن قبل أن نتكلم عن منع قراءة القرآن، هل يجوز للمرأة أن تستعمل أدوية تمنع نزول الحيض لتصوم رمضان في وقته أو لتتمكن من الحج مع رفقتها حجا كاملا؟ نعم، يجوز ذلك، كما أنها يجوز أن تستعمل الأدوية لتنظيم الحيض تنظيم الحمل إذا لم يكن في ذلك ضرر عليها ورضي بذلك زوجها، فيجوز أيضا هنا أن تأخذ الأدوية التي ترفع حيضها بحيث أنها تؤدي الصيام مع الناس والحج مع الناس، تقول أنها أنشط لي وأحسن لي وأحضر لقلبي وأيسر لي، نقول يجوز ذلك إن شاء الله. بعد هذا ذكر المؤلف أيضا ما شيئا آخر يمنعه الحيض، وهو قراءة القرآن، وقال وقراءة القرآن يعني أن الحائض لا تقرأ القرآن. وطبعا استدل لهذا بما ورد أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحائض أو لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، وهذا طبعا عند الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف، وهو كما ذكر شيخ الإسلام حديث ضعيف باتفاق أهل العلم أو أهل المعرفة بالحديث. ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز للحائض قراءة القرآن، ولا بد أن نفرق بين القراءة ومس المصحف، هذا شيء وهذا شيء آخر. فيجوز لها أن تقرأ القرآن لأنه لم يأتي نص صحيح صريح في منعها، ولا بد أن نفرق بينها وبين الجنوب، لأن الجنابة لا يطول وقتها، بينما الحيض يطول وقته بالأيام، فينبغي أن ينتبه لذلك. وما دام أنه لم يرد نص والمرأة بحاجة إلى قراءة القرآن يعني تحويط نفسها وتحويط أولادها، وكذلك يعني تربط على قلبها بكتاب الله، كل هذه الأشياء تكون الحائض أيضا في وقت نقص، وقت حاجة، فلو كانت ممنوعة من هذا الشيء الحائض لاشتهر ولا ظهر. وكما ذكرت قبل قليل أن الحيض وقت لضعف المرأة، فتتقوى بقراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، كما أنها تتقوى بالذكر، والقرآن ذكر من ذكر الله سبحانه وتعالى. أيضا ذكر المؤلف مما يمنع أو الأشياء التي تمنعها أو يمنعها الحيض، مس المصحف، وهذا يعني أمر يشمل الحائض والجنب، وفيه
حديث مشهور حديث عمرو بن حزم قال أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر أو شهرين وذكر فيه لا يمس القرآن إلا طاهر. فطبعا الطهارة قيل بأنها تشمل الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، والطهارة الكبرى من باب أولى. حديث عند الدارقطني الطبراني أيضا حديث ابن عمر، و يعني اختلف في صحته، وإن كان بعض أهل العلم يحسن إسناده كما قال ابن حجر في التلخيص، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، إسناده لا بأس به. هنا طبعا حديث عمرو بن حزم فيه يعني كلام، لكن حديث الذي وقع عليه التحسين هو حديث ابن عمر عند الدارقطني وعند الطبراني، من حديث ابن عمر هذا. حديث ابن عمر، حديث عمرو بن حزم فيه اختلاف فيه وفي سنده، و على كل حال كلاهما يعضد بعضا ليثبت أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، وأن هذا خاص بالمسيس، فينبغي الحذر من ذلك. ونكمل إن شاء الله في الوقفة القادمة، وإن شاء الله سبحانه في الدرس القادم، وإن شاء الله لنا ولكم التوفيق والسداد.